معكم وعودة من جديد إلى الميدان مع زميلنا رعد عوجان من محافظة لمعان. صباح الخير معا من جديد. صباح الورد مرة ثانية لنا، وصباح الخير هبة، وصباح الخير لكل مشاهدينا على امتداد وطننا الغالي. صباح الخير. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة. حقيقة قطعتنا الثانية ستكون من مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز. هذه المدرسة المتميزة حقيقة بإدارتها، بكوادرها، بطلابها، مدرسة متميزة في كل شيء. اليوم سيكون معنا التميز والإبداع مع طالبات المدرسة التي حققنا حقيق إنجاز على مستوى الوطن. معنا الطالبة نبال أبو رخي، نبال طبيري. صباح الخير. صباح النور. صباح النور على جميع المواطنين. صباح الخير لجميع وطني الأردن العزيز. أنا الطالبة نبال طبيري من مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز من الصف الثامن، الفائزة المستوى الأول على مستوى المملكة في مسابقة الخطابة والإلقاء. حابة أشكر التلفزيون الأردني على هذه الاستضافة الرائعة، وأنا مسرورة جدا أنني موجودة اليوم في هذا المكان، وفخورة جدا بجميع من قام بدعمي ومساندتي اليوم. كيف جاء حصولك على هذه الجائزة؟ اولا لقد كنت انا الحمد لله انه متحمسه وهيك انه بدي اشارك في شيء جديد، وهي اصلا من موهبتي. انا دائما بحب دائما القي الخطابات، الشعر، فالحمد لله دعموني اهلي، دعموني معلماتي، مديرتي الفاضله، معلمتي مرافقتي شروق الغنميين اللي بشكرها جدا لمساندتي، وايضا انه انا الحمد لله سعيت وعملت وبذلت جهدي حديت ما فزت على مستوى الجنوب، على مستوى المديريه، والان على مستوى المملكه. الله يعطيك العافية، ألف مبروك. الله يبارك فيك يا رب. شكرا. معنا أيضا سيدين أبو رخية، يعطيك العافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالب سيدين غسان أبو رخية من الصف التاسع مدرسة عبد الله الثاني للتميز. شو الجائزة؟ فزت بالمركز الأول على مستوى المركز الثاني على مستوى المملكة بكتابة القصة القصيرة باللغة الإنجليزية، طبعا بدعم من معلمتي مس بيان التلهوني، وطبعا خدت كثير تجارب بهاي المسابقة وتعلمت كثير أشياء منها، وبشكر مديرتي ومعلمتي، وطبعا مس بيان التلهوني دعمتنا بكثير أشياء بهاي السنة. طيب شو بتحبي تحكي باللغة الإنجليزية لمعلماتك، للمدرسة، لست بيان، للكل؟ I was thankful my school principal Fatma Lehlalat and Ms. Bayan Talahuni and my parents for encouraging me all of the to do all of my best. And I will always seize the opportunity. Yes. كل الشكر إليك، ما شاء الله عليها، الله يعطيها الصحة والعافية. أيضا معنا معلمتها بيان التلهوني، يعطيك العافية. فيك أهلا وسهلا. يعني تحكي لنا عن تميز هذه الطالبة وإبداعها على مستوى المملكة. ما شاء الله، طبعا هاي السنة هي سنة حصاد لبعض طالباتنا، ومنهم سدين أبو رخية شاركوا في مسابقة تهجئة السبيلينج بي على وفازوا 4 طالبات، أيضا مسابقة القصة القصيرة، وبلس كمان فازوا بمسابقة المسرح المدرسي على مستوى هاي المديرية، وبلس إن شاء الله بإذن الله تعالى رح نتنافس على مستوى الوزارة. ست بيانة، تحدينا يعني الطالبات متميزات ما شاء الله في هذه المدرسة، شو الخطط بتحطوها حتى يتميز أكثر وأكثر؟ طبعا إحنا الخطط يعني من نحاول ندور على نقاط القوة عندهم ونثريهم إذا كان في مسابقات أو إذا حتى ما كان في مسابقات، حتى إنهم يشتغلوا أكثر على حالهم. شكرا لمس فاطمة الهلالات لأنها دائما تدعمنا إنه نشارك في كل المسابقات الموجودة. شكرا لك. معنا أيضا مديرة آخر متحدثين، ست فاطمة الهلالات مديرة المدرسة، الله يعطيك الصحة والعافية، وما شاء الله على التميز والإبداع في هذه المدرسة المتميزة التي تحمل اسم جلالة الملك، الاسم الغالي على قلوبنا. شو بتحكي ست فاطمة عن طالباتك المتميزات على مستوى الوطن؟ يعطيك العافية أستاذ رعد، أهلا وسهلا في الجميع. الحمد والشكر لله، حصدنا ثمار تعبنا مع طالباتنا، حققوا مراكز متقدمة على مستوى المملكة، شاركوا بإنجازات عديدة في مناسبات الوطنية هذه وفي أعيادنا الوطنية. بنوجه كلمة لجلالة سيدنا حفظه الله ورعاه، أدام الله عرشه وأبقاه سندا وذخرا للوطن، كل عام وقائدنا والوطن بألف خير إن شاء الله. أيضا عندكم طالبات متميزات في مجالات أخرى؟ الحمد لله، في عندنا مشاركات عديدة ضمن المسرح، ضمن
على مستوى العالم شاركنا في مسابقة انتل, في شاركنا في مسابقة يوريكا. فالحمد لله ان دائما طالباتنا بثبتن وجودهن سواء على مستوى محلي, على مستوى الوطن العربي, على مستوى العالم. الحمد لله هذا بجهد معلماتهم, بجهد طالبات, وبدعم اولياء الامور ومساندتهم لنا. شكر لك الست فاطمة هلال مديرة مدرسة الملك عبد الله الثاني الجمالي, شكرا جزيلا. حياك الله استاذ رعد, شكرا لك. اذا زي ما شفنا هبة ولانا ما شاء الله الكريم, يعني انجاز متميز. كثير من طالباتنا ليس على مستوى معام مستوى الوطن حقيقة, مبادرات كثيرة, مبادرات خلاقة من هذه المدرسة والمدارس الأخرى. سنكون على مسافة واحدة من جميع مدارس المحافظة, أي إنجاز نذهب إليه وإن شاء الله نستطيع أن يكون معنا على الهواء مباشرة حتى نبين للناس كم هو مواطننا الأردني غالي كما أرادوا جلالة الملك, بدعم جلال سيدنا ودعم جلالة الملكة رانيا العبد الله. وفي النهاية بقول على قدر أهل العزم تأتي العزائم, وتأتي على قدر الكرام المكارم, كل أناس يتبعون إمامهم, وأنتم لأهل المكرمات إمام. كل الشكر لكم, وصباح الوطن الأجمل والأحلى والأغلى من محافظة معان. شكرا لك رعد عوجان من معان, نتمنى لك يوم سعيد, يعطيك ألف عافية.